بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان دك الصوماليات ملك السوء الجوغان وحان لها هاي والعليال وإذ السلامي ما أنت وحان السوء استاغي هل كان هرتين إنان دلك إحالة ديسة عن إذن السعودسية والعليال الصومالية قفنك مسا يقنا تاريخ دي دويت يو ضدي أن صومرني ظروفها كل دوان مر بهير له أها دل كاني دقال الله سكية لغو كلا ميرمي لغو كلا بحي وصومري دولتكم الجار وصومري دولتكم الجار نمذي كبحذي وصومري دقال الله كلا دوان النوعية أو صومري شبابا ودبي أي دل كا ما أنت جوا شان يتمن سنة أي دل كا جوان دتك صومالي شان يتمن كاسنة جعيل كود يربتان دتك صومالي أي ربان كم أي جوان عبس جرين تهديد محوى عيبين يعني دادك كرام الدلد أيكو جوغن باب دع أي دعام أيكو جوغن ما أنت ومدى الصوماليات ملك السوء أجوكتو وحيو استاكتي إنه كرام ديدا يشرفت ديدا يعز ديدا سوء عشتو إنه الدين تيدا حفظتو يعقيد ديدا صوبان أي إراشتو أيو استاكتي دادك الصوماليات دي قوضي بحيان ما دام ديقو ينرش وحقيمة بدل أيهين شبابنا ماشاس إني دادك كحم وجان أي دادك بقول بقول أدلان أبريا أو حبا قلب سنة سوق الجو حمالنا صفرية جدك مرية وهاي وحا يدليا ديرنا كوما دما إني كوري مالان عيدا ماذا قلب كسيدا يا شعبك الصومالية الدقانة الدقان إقعي انت صوت دبا مريايان أي جد كمينة قلي مساكين سفر يا سبابور كودا حقوق رحو راشين قدت كان لوضع حقه كوكب محنكو عيالشا محنكو هذا دمي أو سيب مال كستا أو لغا إري أو لغا إري عيال كبيها كوي لي أي مباد كسي سيبتان ساكي إذا ماذا قلب كسي وحي جوغان مقال هذا أعضي يبال أو لأوقي هاي تاريخ ذي يوحي أي يدد كسوماليا انت اللي وي يرماشا سلود اللي يجري واك غورن واك هولين كوما ين دغالمن حتى ايل شي بيو كويل اي منبلي كسيبتان دتكن انت افضوبتان اي كحيان يرهنا وديه ايغو غاشان كدغن دتك اوله دتك دو ايدو كدخجرو لدما ويرن كد لدما دقي كرو لدما وحين كر ايغول نيمكو وا نيمكاس اول وا اوغين يا صومن تيدان دولكي ان اوغين عيلشي وحي كسمين وا اوغين بابورت الشعب كو جيت كمر يسو سفر كهدو أديغن يسو تولوين كي مغالوين كو أديغن يسو راشين كسيدي راشين كو سيدي سو سارة إني قبين واد أغيدين ما انتان آدن يبال أيي كسيب تين لبدي عيالو كتير لي بمبوين كي بيها شعب كينا انت عفضوبين اي كحيستين ما انو والبنا سيدا سييل دونان ما لها كرو لغسي إريو كو ويرو لغسو إريانا سيدا سييلان وان مثال سوقاتو قبل كيران كو وانا سيدي ييل دونان مالك السؤال كعرران سيدا سيليان قيمها أن بحنا هنا كم تها نمن يجبيني شو نمعجز قلناش إذا كحوق دك سو مالي تري ويركان على شيء ويقدر بين بمبوينك والوصي ولا ولا قلنا على شيء دي بالله كعريا قبائل أصدرري إذا ماذا أمني واكل عليا على لا لجوي على شيء دوين دي بيش يصير قول واحد وهاوش هاوش الدولدو أي كجرتو حرب على كان ينان كبو قاديو وجماد عليو دولة دهر شبالة يا دولة قبلات كيل شبالة يا دولة قبلات كقل مدو وما دحدو دي مسؤولين تو دارون تو استاغي فرنتك التاغن ونكسر لابن مينا قرحي سئي حقها تقل أنا هنا هوري تاغن أما لا أقول ري فرنت أقول ري ما نولبا تاغن دابا تاغن محوها عيدنك سيدو كالوحان أمان يبقى هذا وجيدين يا كوفر قلبات دولة قبلات كوفر قلبات يدول قبلات كجبلان وديار قرو أن عادي أهين سميان دتكو دنا أبابولي عيدا مدو دنا أبابولي كاشان يانا محوها عيدا كا حوق دلك سوماليا وما لها قاركوت روبابا كدأي لول كوار لول حرم مدوء وديقاون لمركرين وعقب دو عيدا مدو أي هرمرك أي سميان لهاين أي كسميان وهي ويجران لكن لابداس دول قبلات نوا ما لانا واكرع ديان شبابكي انت كرانا وديار قريسي وكسو سعودان أسبوعين سوسعوا إلى إذن كسأي ذن
war aad iyo aad u fiican ayaa dadka Soomaaliyeed idinka soo gaari doono labadaas dowlad goboleed labadan dowlad goboleedna waa gabagabo waxa ku haraahi waa wax yar galmudugna wax yar ka dhiman heer shabeelana tuulooyin ka dhiman degmo heer shabeel ka tirsan ee saaka ciidanka xog dalka Soomaaliya aanu gaarin ruudurgooda ka jirto ayadana waa saacado ilaahay idinka soo la gaaraya dowlad goboleedka galmudug degmooyina wali maqan waa lagu sii socdaa ayagana waxaan rabaa marka dadka Soomaaliyeed inagu sheego nimankaasi waa naga gudbeen waa tageen inaan taxadar badan muujinano laba waxyaabood oon maanta dadka Soomaaliyeed ka codsanay waxay tahay midna in ay adkaystaan muddada gaaban xanuunka gaaban qarxay xagga dhigaan xaggay muxuu ahay jidkay miina ugaan baabuur qarxay meelaha la joojiyeen waxa waaye ruux baxoodii waay inay dul qaataan u adkaystaan nimankan waa dhammaadeen waa magaciisi midda labaad dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa taxadar inaan sheego dadka Soomaaliyeed shabaabku waa Soomaali shabaab kalkaalku waa Soomaali waana dad la garanayo sifooyin gaarana leh laakiin waxaan dareemayaa ama suurtagal ah meel qaarkood ka jiri karo dadka qaarkii ogaan la'aan inay shabaab ugu shaqeeyaan ogaan la'aan ayagoo shabaabka nacab ama dadkooda uu dilay ama iyaga oo muxuu ahaa khatar ku yahay oo cararay haddana inay ogaan la'aan waxyaaba shabaabka taageeray ay ugu shaqeeyaan dad sharaf loo karaamo leh sawiradooda iyo hadalladooda inta soo qaataan inay websaydooda soo geliyaan ayagoo ku faanaya dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal ogaan la'aan yaana shabaab ugu adeegin haddaan nahay siyaasiyiin haddaan nahay ganacsato haddaan nahay shacbi caadi ah waan ogahay dad Soomaaliyeed oo tiro badan oo shabaab jecel ama raalli ka ami jiro laakiin annagoon ogeyn oo wax kale ka hadlayn wax kale ka jawaabayn qof walaaloo kale oo Soomaali oon ku xanaaqsanahay u jawaabayn ka waxaynayn yaana shabaab u adeegin kelmad kasta oo dadka Soomaaliyeed qaybinaysa kelmad kasta oo qayba dadka ka mid a qaybinaysa kelmad kasta oo dowladnimada carqalad iyo ceeb ku ah kelmad kasta oo cajas gelinaysa dadka iyo hamigooda iyo muxuu ahay waxay ku dhawaaqayaan ogaan la'aanaad shabaab ugu shaqeeyo haysaa ogaa walaalkeyo walaasheego yaan loo shaqeynay shabaab ogaan la'aan yaan loogu shaqeynay kii ogaan ugu shaqeeya waaba garanaynaa waa kii shabaab kalkaalka ah oon sifooyinkiisa in badan aan kasoo shaqeyno waa qaadicu dariiq waa kan dadka isku dira waa kan qabaabilka abaabulo isdila yira waay laakiin Soomaaliga muwaadinka ee sharafta leh ee ganacsadaha ah ee bulshada rayidka ah ee siyaasiga ah ee mas-uulka meelaha qaarkood ka ah waay kan la hadlayo leeyahay hala taxadaro ogaan la'aan yaan shabaab loogu shaqeynay waxaan guud ahaan ammaanayaa hay-adaha dowladda dhammaan hadday yihiin sharci dejin hadday yihiin fulin hadday yihiin maxaan ku raadaa garsoor intaba maanta u taagan muxuu ahay dagaalka shabaab waa ku ammaanayaa dhiiranaanta iyo codka ay bannaanka ula taagayaan laakiin walaalayaal Soomaaliya xaalad caadi ah kuma jirto xaalad ay isxoreynayso oo gobonnimadii sovereigntigeedii ay soo ceshanaysay ku jirtaa xaaladdaasi waxbay naga mudan tahay waxaan leeyahay dagaalka shabaab kula jirno dadka Soomaaliyeed walaalaha Soomaaliyeed markasjo waxa ugu baaqayaan inay taageeraan bannaanka usoo istaagaan taage taage hiilo qarsoon hiilo maaha horeya loo yiri Soomaalida kuma maaday bannaanka la soo istaag maalintaa dhimaneeda dhimanay ka hor dhiman maysid haddii aan la yiraa waxaan kaloo rabaa dadka Soomaaliyeed marka maanta inaan halkan ugu sheego walaalayaal shabaab waa taariikh waa history waa tegey taariikhu waay waa tegey haddii dadka qaarkiis lagu cabsi geliyo way saad noqonayaan beri dilaan ku soo miyiga meelaha deegaanada qaarkood la sheegay akhyaar waa soo noqonayaan nimankii yaan saan la yeelin yaan kaas la yeelin beri imaanayaan soo noqon maayaan ma soo noqonayaan waa tageen ilaahay idinkiis cajas gelin waay marka ma soo noqonayaan waa soo noqonayaan iyo cabsi gelin iyo cajas gelin waay dadka dhahay degaan hebel dagaalka uma diyaar garoobin iyo waa cajas gelin waay dadka Soomaaliyeed si qalbi ah oo niyad ah
أي دقارك أو استعجل دات كاينة قلب جودة إن يدودة أن توسينو أن سيقو الحن شباب ويسا ما أنت مركة داتك الصومالية مسؤولين هديتا حكومة هديتا بارلمان هديتا محان كورا داي قيبها كردون الدولد هديتا بلشد غيتكا قيبها إذا كردون أيضا دمان وحان لا ما أنت أن لبا وحيا بودك فكر أو اسكو ميلك صور رماني مدة كوبات أن كفكر شباب واحد ما هذا واتجي وتاريخ دل كان سنينا شباب كان بعدي ما حن سمينا شباب دبدي ما حن سمينا ديبوشيسين مامور لست شرع الدجن هجاجن هرمارين ما حن كور هذا استابلزيشن كام الدجنا شيء دجانا ده شباب وكتي ما عنده ود وقال دجانا ده شباب وكتي دجانا تك سكول مره برعاف ما دمره البيا مره دكس قرآن حتى مره قرآن سق الله عن وعقيدة الله عن عددك بريس انت اللي دكسي ده حتى عددك اللي حري اس كده وحكا له انت صوت لما انا صوت قبل من السوقين مالك استو قويس استو مالين يكونوا ليهن سكول انو هلان عروتو وحبرتان دكس قرآن كود انو شقيه ومعلن كود ايو نظام كود اللي هقاجيه برعاف ماد ويران عروتو لقى طلعه yar yar ka oo maxaan ku yiraahdaa gabdhuhu ay meel ay ku umulaan ay helaan oo aan baabuur jid raf lagu soo qaadin gabar foolanaysa dowladda mas-uuliyadda saaran oo shabaab dabadeed inaan ka fikirno ay tahay taas waa dadka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa ha diyaar garoobaano sida shabaab ugu kacnay oon ugu diyaar garownay shabaab kadib sidaan u dhisan lahayn dalkan aan u diyaar garownay shabaab waa tegey waxaan isugu waxay tahay dalkeen dadkeenni iyo deegaanadeenni oo shan iyo tobanka sano oo dulleynayay oo wax walba u diiday oo wax walba ka soo miyey inay waxay waayeen xaquuqda ay muwaadinnimay lahaayeen inay helaan waaye midda dambe taas aan ku mashquulno aan ka fikirno diyaargarowga la sheegaya taas aan u galno hadda dad walba soomaaliyeed intay isku tagaan deegaankoodii tuuladoodii sidii ay ceel ugu qodi lahaayeen ama muxuu ahaa iskuul ugu samayn lahaayeen ama bar caafimaad ugu halka ka shaqeeyaan dowladduna karaankeeda wixii ah waa la imaanaysaa waana la taaganta ka gaabin mayno muxuu ahaa ilaahay idinkiisa laakiin waxaan dadka soomaaliyeed in fikirkooda gidaan u baahanahay waa midaas qodobka labaad waxa waaye dalkeena deyn fara badan ayaa lagu lahaa muddo toban sano aan aada ula soo tacaalaynay deynkaasi inaan gudno sidii aan ku meel gaarnimada uga baxnayba deynka sidaa isaga looga cafin lahaa gudid ma ahaanayna looga cafin lahaa ayaan geed dheer iyo geed gaaban u taagnay teermkii hore aniga madaxweynaha ay kasoo bilaaw teermkii iga dambeeyo madaxweyne farmaajo jooga ku xiji hadda kan aniga aan soo noqday intaan joogo hadda kusii xiji intaasoo dhan dagaalo isdaba joog ah ayaa waxaa laga sameynayay sidii deynta dalka iyo ummadda looga cafin lahaa deynka ma aha kaliya caqabado albaabo badanaa naga xiran oo aan maxaan ku yiraahdaa horumarinta iyo dib u dhiska dalkaana aan u kaashanay deynka marka in aan lagana laga cafiyahay waxay ahayd arrin aad iyo aad u boodo deyn cafintiina way soo dhammaatay bilaa noo haray waxaan rajaynaynaa dadaalka aan wadno iyo inta yartaa noo dhiman oo qawaaniinta qaarkeed oo baarlamaanka taallo in la gudbiyo baarlamaanka uu gudbiyo la rabo ay ka mid yihiin waan rajaynayna baarlamaankeena maalmaha iyo isbuucyada soo socda inuu ku mashquulo anuu gudbin doono yaa nooga dhiman kadib marka sida aan hadda u lahaa shabaab mugaan degaanka degaanada iyo dalka ka bixino dabadeed maxaan samaynaa oo aan uga hadlayo waxaan sameynay deyn cafinta dabadeed maxaan samaynaana waa su-aal kaloo taagan shan bilyan oo dollar ayay ahayd deynka aan cafiskiisa raadinayn oo inta badan haddana laga cafiye inta dhimanna bilahaas aan sheegay gudahood naga wada cafin doono soomaaliya wixii hadda ka horreeya awood uma lahayn inay inta lacag soo deynsato warshad ku dhisato warshaddeedaas ee hadhow badeecada muga iibsato deynka iska guddo awood uma lahayn soomaaliya fursadii awood uma lahayn deyn inta soo qaadato dekad inta ku dhisato dekadaas lacagteeda qaarna ay isticmaasho qaarna ay isaga bixiso muxuu ahay deynkii fursadaasaa maanta ma furmayso waxaan rabaa marka dadka soomaaliyeed walaalaha meel kastoo ay joogaan
يهي أدوهدا حكومته أي ورئيسه أوري شقادة أنها يساعدة ومأدي أد أو أمانيه شقادة دين عفنتا ماش أي دور أي حكومته كقاعدة ليس يدور كبارلمان كنفسي سو كقاعدة أنت لما أنا رجينا إنه إنه سبوا حدود جناشينا هو قاعدة دهان ورعيان وواجب وطني قف كستو مواطنا مسؤولية سارنتا متك شقادة إسكالا نسجع عليه سارنتا حرجينا بارلمان كفدرال كسوماليا شروع ذا سئلي نخس كسر لما ذا سوقت منو سود دق دق وقت بدر ما هيسن مركا وح هل فكرة أنا لا محيتان شن بليان أنا تعالي نتوال سنة كبدا إن لقع فيه دينا قادم دونا إلا ذلك إنا نسنا أبعنا أودينا لقارة دق دق أقوم لسكرنا أدوية دا ما كوم عامش الدين تهي أدا لك كلاقاته وحن تروق بسنة لسكب جدو شن بليون كقينا بقولها البليون أو دولاران هينا أو دينا إنتان سوق هذا نما نسكعونينا مشارب ما أكل قاضنينا دار دع دار ما كل سنينا محاكو سمينينا محاكو سمينينا دل كان كل سنينا وحنقلينا مال دخل كإيمان يو أو دينك إسكو جودي كرنو وحنقلينا مال دكين أديجي أوبانايا أو كم مكان إيه كهليا دولة كوبريدا دالك أوردن إن الهسبتال هو وين الريفر الهسبتال إسأي هلان جامعة الدولة ديت أو آدي آدو عميران أو دادكو العقل عام كل اكتان إن هلان وحبرشة وافئة ومعلن كيدا إيا شقاله يدو أي قنعسيهن إن هلان وحاسوطن وحاو أسر دقالة دينك أنقاذن إنو كو مهم الدو عمكو سيننا دي بصوك كبشة دقالة دقالة إنا ندب بصوك إنو سي أن تعليمتي عافماتك هذه جدي عشور دولة ذات أو كفرا أنا أهل ذات الصومالية النور في عنا أهل يا هذا دولة يا هذا برشاد رئيسك يا الدقانة ذا دمان وحان ربع إنا يا هايستان وحي الله مال قلي لها قنع ستادة سجارة ولبو مشاريع واوين الله مال قلي إني لي ماذا دولة كوبريدي دغانا سيدو كاري marka waa arin ayadana inaan ka sii fikirno oo u diyaar garoono u baahan way soo socota waana soo dhawdahay waliba aan daba hadalkayga inaan ku soo guraado Soomaaliya ilaahay idinkiis waa gaari karnaa Soomaaliya barwaaqo ah ilaahay wuu nasiiyay wixii aan ku barwaaqo bidahayno dhan ilaahay wuu nasiiyay haday tahay bar هديتا بير هديتا بط هديتا برواقي معالم بالكوستيس كجرته عقلي دقنانشي الشيسكي اسكاشي انكو غير لهنا انا الغربة ولا يا صدر الى بصر مددار واحد صدر الى بصر انكو سوجر نبوق يا قيلو يا اللهم دما يا واديدني يا وايامي نوم النقطة تتك الصومالي هذا ولا ليال نوم النقطة نوم دم إيوادين إيه نوم النقطة هرايا مصعون ما أنت واحد ويس برية تنسى الدنيا هذا برية على هاتو ما أنت يكو إكان ما أنت وحواي بس واحد ما أتماع ما أنت داد ويس برية تنسى ما أنت داد هاي ستو مسؤولية الدولة دي ما قعد دولة برية ما هاي سنس ما أنت دادان هاي سنين معني ما برية إنا دين هيدين فوقان أرك عن يارنو بريا سو سعطو إلهي إذنكيس وانا بري قرحون آدي آدو قرحون تتكسو مالي دوحان وشايرا لبا أرموت كلا ولا ليال وحكستو ومشاقا ومدالكا كهينو سيدي أن أسو بجرني انتان فيرونو قيمين سكدونا أسو بنو هذه سيدة نصو بيجر نصو مينا وحيان هيري جنان هيرينا وحيان هيري جنان ما أنفع عيسى صدن إلا بس أنا كبعدي ووحان ميش أجوغن ورددو دلقات دلقات ورمانت وحات ربتعداد ويدا أدوين إني دا معطي معه بريات هيري برفي عنا سو سعط إلا إذنكس أنا اسبدل كانو اسبدل كواحنون بدنيا وقيمة بدنيا لكن وإنا نغرنا هذيك المشان الجوجنا وقبعا لنا كل جد
قف قف قبان أولانا لكن قرن أهان أن قب أيالنا قرن أهان أن قب أيالنا الدنيا أن لا ترتمي ترتم كبحذينا ودد مدد ما لا ترتمي قبيل قبيل لا ترتمي أنت جوجن الدنيا أن لا ترتمي وأنا لقد تغي نلقى من تيكرو سبب من اللغة تغي مجرد تاسي وامداس وعاكل ودك سوما شايف فوقان أرقنا يالنا سومالي يكون سغال بقول إيه لحدن كي أي حرية قالت دولة نقط لحدن إلا بصرك سولك حمو بانا مركان دولة دمدا سيدان أقو فكر جمع سكا دولة أنا أقو فكر نورا غير لابكم إيه لحدن هدي لقار إلهي إذك سوال لقار يعني سومالي بقول سنة أي حرطة دولتها ما أنت دتك إن جوا مسؤولية دنا سهران وأنا كذا قبكر وحيتها إنا كفكرنا ونسكح ذي إنه كده جنو سوماليا ساعة نوعية أيان رمنا على بكون يلحن إلا جارو إلا أركو سوماليا نوعية أيان رمنا صدق إسديت سنة كبعد إلا أركو حرادك سوماليا إنه كفكرنا سوماليا داس نقشدي إنت لا سمي ما أنت اسمه ذي إلا بالله